بنرحب بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية والتي تأتيكم من موقع صدى البلد. موجة حارة حارقة تضرب مصر ودول العالم وتتسبب في الجفاف والأعاصير فضلا عن الحرائق في عدة مناطق. فما تفاصيل هذه الموجة وأسبابها ومتى ستنتهي؟ كل ذلك سنوضحه لحضراتكم من خلال هذه التغطية. نشهد هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وقد وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراً شديد اللهجة بشأن طقس اليوم، وأكدت أن درجات الحرارة ستتجاوز 40 بالقاهرة الكبرى و45 بجنوب الصعيد. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشهد طقساً حاراً رطباً على أنحاء الجمهورية كافة، وقالت إنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية ويكون معتدلاً ليلاً على جميع الأنحاء. وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجة مئوية. كما نوهت الأرصاد أننا سنشهد تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحاً تقريباً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وأوضحت أيضاً الأرصاد سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة في المناطق ذات الرطوبة العالية، وقالت كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقل عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل في تبريد جسم الإنسان، وعندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجات الحرارة يقوم بالتعرق الذي يحمل حرارة الجسم إلى الهواء، وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبعاً ببخار الماء فلا يتبخر العرق إلى خارج جسم الإنسان، ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتص. لذلك فإن المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة يجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة، ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنزل من الممكن أن يصل الجسم إلى حالة الجفاف. وكشفت أيضاً الأرصاد عن أن الظاهرة المسيطرة على أجواء الطقس في البلاد هذه الفترة تسمى بظاهرة القبة الحرارية، وهي امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وتتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح. وأيضاً مشاهدينا الكرام، حيث تحتجز القبة الحرارية الهواء الساخن ذات الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه الصوبة الزجاجية، لذلك فإن القبة الحرارية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة نتيجة لزيادة سطوع أشعة الشمس. ومن جانبها أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء موجة الحر في مصر، وقالت إن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، كما تستمر الرطوبة أيضاً في الارتفاع طوال هذا الأسبوع. وأشارت إلى أن حالة الطقس هذا الأسبوع شديدة الحرارة رطبة بمعظم محافظات الجمهورية، خاصة أن جميع المحافظات تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة والمناطق الجنوبية الموجودة بجنوب الصعيد. ولفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، ولكنه ستنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف خلال الأيام المقبلة وتصل إلى 35 مع نهاية الأسبوع، لكنها سترتفع نسب الرطوبة فيستمر الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والأجواء شديدة الحرارة الرطبة، كما ستهدأ الرياح ولن يوجد لها نشاط بشكل كبير، مما يؤدي للإحساس بارتفاع الرطوبة والشعور بالاختناق وارتفاع درجات الحرارة نهاراً وليلاً.
ونوهت أن حالة الطقس الأحد الماضي شهدت أعلى درجات حرارة في الأسبوع الحالي، وسجلت 38 درجة على القاهرة الكبرى بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وبقاء كمية الرطوبة وجميع الملوثات قريبة من سطح الأرض، وبالتالي زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة. كما أن منخفض الهند الموسمي مشاهدينا الكرام يواصل التأثير، ويصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، وتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بقيم من 2 إلى 3 درجات. وأكدت أن درجات الحرارة العظمى هي تكون أعلى بقيم من 2 إلى 3 درجات. وأوضحت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يؤدي لزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ونصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وعدم البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فإنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 38، الصغرى 27، وعلى السواحل الشمالية 33، 25، وعلى جنوب الصعيد 42، 30، وعلى شمال الصعيد 41، 27، وعلى جنوب الصعيد 44 و30. ولكن ليست القاهرة وحدها مشاهدينا الكرام هي من تعيش درجات حرارة عالية وأجواء طقس شديدة الحرارة والرطوبة، لكن هناك أيضا موجة شديدة الحرارة تجتاح بلاد المغرب العربي وجنوب أوروبا أيضا. وقالت أيضا هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا كسرت أمس حاجز 40 درجة مئوية، ومن المتوقع المزيد من الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة. ويأتي ذلك بالتزامن مع الموجة الطويلة من الحر الشديد التي تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد، القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وأيضا بلاد المغرب العربي التي ستصبح من الدول المطلة على البحر المتوسط تحت وطأة الموجة شديدة الحرارة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه التغطية، أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.